عاد حق تبيني. يا سلام ويا سلام الله من هجن راعي المياديني. يكسب الناموس ما ملا والشهادة حق تبيني. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا لزميل سفاح الشمري على اتاحة هذه الفرصة، وها هي الانطلاقة لشوطنا الثاني، والشوط الثاني المخصص للزمول المملوكة لاصحاب السمو الشيوخ، والباب مفتوح لمن يرغب من ابناء القبائل. نتمنى التوفيق للجميع. وجائزة هذا الشوط تويوتا ستيشن ذهبي اللون جي اكس مقدم من شركة قطر للبترول، ومسافتنا هي 10 كيلومترات. مسافة هذا المساء يوم التحدي ويوم الصراع ويوم ما هو ما أدراك ما هذا اليوم، يوم الختام. وأيضا هناك السيوف العديدة الموضوعة لهذا اليوم. مقدمة هذا الشوط في شوط الزمول، وأرى المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. المركز الاول في هذه اللحظات للسيد سعيد بن سالم بن سالمين المري اللي في المركز الاول ومقدمة هذا الشوط. اما المركز الثاني فارى شعار السيد حمد بن سالم بوشغلة المري في المركز الثاني في هذه اللحظات اللي هو مسير، والمركز الثالث الفارس في المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد عبد العزيز بن علي العطية في ثالث المراكز، ويضمر السيد علي بن محمد العجمي. والمركز الرابع وشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد بن سلطان آل نهيان اللي هو مرهي، ويضمر السيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي في المركز. السلوم، ما هذا القدوم، ما هذا القدوم القوي في هذه اللحظات. وأرى من الجانب الثاني مزاحم لانتزاع المركز الثاني في هذه اللحظات، وتعود ملكية مزاحم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يضم مزاحم السيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي وانتزع مقدمة هذا الشوط وانتزع الصدارة. اما المركز الثاني فارى ذيبان في ثاني المراكز للسيد عبد الله بن راشد المري. والمركز الثالث قلنا شعار آل سالمين في المركز الثالث من الجانب الثاني. سيد حمد بن محمد بن مبارك بن جهويل لي في المركز الثالث. والمركز الرابع قاصد وصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة السيد فيصل بن طالب بن شريم المري في هذه في المركز الرابع. والمركز الخامس اللي هو قلنا مسير للسيد حمد بن سالم بوشغلة المري في هذه في المركز في هذه اللحظات. انقل الميكروفون للزميل خالد بن مقارح المري. وسط الشواهين كانه الوحي ينزل، لو قرا من الصاد حرفيني سبقه
ندوم في حله كانها وسط الشواهين كله الا الوحي نزل لها لو قرا من الصاد حرفين ارتدى في ديار خلق وثلاثة كيلو مترات مشاهدين الأعزاء هي المقطوعة لهذا الشوط وهو الشوط الرئيسي وأقوى أشواط زمول بالنسبة لأبناء مجلس التعاون وأصحاب السمو الشيوخ. الشوط مخصص للزمول لأصحاب السمو الشيوخ ومن لديه الرغبة من أبناء القبائل. وتشاهدون أمامكم وعلى المركز الأول اللي هم زاحم وامزاحم تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم واحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو الذي يضمر امزاحم. نقلع المركز الثاني ذيبان في المركز الثاني وتعود ملكية ذيبان للسيد عبد الله بن راشد المري والدور عند المركز الثالث وعند قاصد وقاصد قاصد الخير وقاصد ايضا خطير ومشارك قوي في هذا الشوط. قاصد تعود ملكيته وقاصد في هذه اللحظات يقصد المركز الثاني. قاصد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وفيصل بن طالب بن شريم المري هو من يضمر قاصد. نقلع المركز الرابع نقلع المركز الرابع اللي بدأ يقترب في هذه اللحظات اللي هو مرعي ومرعي قير في هذه اللحظات على المركز الرابع لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ويضمر مرعي السيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. ونقلع على المركز الخامس مسير في المركز الخامس في هذه اللحظات للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري ودور المركز السادس دور المركز السادس اللي في المركز السادس ما تعرفنا عليه حتى هذه اللحظات ونرجو من مالكه ان يوافينا باسمه وايضا اسم المالك. الدور دور المركز السابع بركان في المركز السابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وناصر بن مسفر الشهواني هو اللي ضمر بركان. والمركز السابع الذيب في المركز السابع في هذه اللحظات والذيب تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بينما عملية تضمير عند السيد سعيد بن سالم لينيبي. والمركز العاشر المركز العاشر غازي لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وعبيد بن عيد المنصوري هو اللي يضمر غازي. ومتى بتغزي المقدمة يا غازي؟ هذه العشر المراكز مشاهدينا الاعزاء في النداء الاول وها هي العوده الى مقدمه الشوط والى مزاحم. مزاحم بدون اي ازدحام على المركز الاول بدون منافس على الاطلاق حتى هذه اللحظات. مزاحم تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وايضا المضمر هو الخطير الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. اليوم يوم الكبار يوم الكبار الخطير والمرعب ومضمر القرن والواثق والعديد العديد من الالقاب تشاهدونها في هذا المساء. هذا هو ختام والختام دائما دائما ما يكون للكبار واول الكبار في هذا الشوط في هذه اللحظات سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وايضا المضمر لا ننسى دوره احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مضمر العزرة اللي فازت وفازت بالعديد من السيارات. انا اذكر ان حصيلة السيارات لدى العزرة تقريبا 12 سيارة وها هي الخمسة كيلومترات امامكم الاخيرة على نهاية هذا الشوط ويبدو ان قاصد هو صاحب المركز الثاني. قاصد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم هو اللي ضمر قاصد.
بينما ديبان واحد من ابناء الغباء المشارك مشاركة فعالة حتى هذه اللحظات اللي هو ديبان. وديبان تعود ملكيته للسيد عبد الله بن راشد المري. نقلع على المركز الرابع لنتعرف على صاحب المركز الرابع اللي هو بركان. وبيتفجر البركان ونتمنى ان يتفجر في الكيلومتر الاخير البركان. بركان تعود ملكيته لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. والمرعب ناصر بن مسفر الشهواني هو من يضم البركان، ولكن حصل تغيير على بركان في هذه اللحظات من الذيب اللي غير على المركز الرابع الذيب، وتعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمره السيد سعيد بن سالم لينيبي. والمركز الخامس اللي ملكيته لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وسعيد بن دري الفلاحي هو اللي ضم المرعي. والمركز السادس يتراجع فيه بركان لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وناصر بن مسفر الشواني هو اللي ضم البركان. بينما المركز السابع أرى بدأ يقترب غازي وبدأ يغزي المراكز المتقدمة شيئا فشيئا. هذا هو غازي، تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ويضم عبيد بن عيد المنصوري متواجد في المركز السابع في هذه اللحظات. بينما النقلة على المركز الثامن، والمركز الثامن بطاش الله، وتعود ملكية بطاش لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان. يضم السيد عبد الله بن حزيم الفلاسي هو اللي متواجد في المركز الثامن. بينما المركز التاسع في هذه اللحظات اللي غير على المركز التاسع اللي هو شاهين لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان. ضمر السيد عقيل بن مطر بالضحاك الشامسي. والمركز العاشر عند ابو حمد عند نواف بن نايف بن حمد العتيبي. هذه العشر المراكز اللي هو الفيصل هو اللي في المركز العاشر، ولكن اوعدكم باسماء لم يحن موعد دخولها، لم يحن موعد دخولها. مشاركين خطيرين الى الان لم يتدخلوا الى عالم الاذاعة حتى هذه اللحظات. الله، وامامنا ما يقارب 3 كيلو و400 متر تقريبا، ولا يزال صاحب القيادة مزاحم، وارى ان مزاحم يزاحم نفسه حتى هذه اللحظات. مزاحم يزاحم نفسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، واحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو اللي يضمر مزاحم، ومبتعد عن بقية المراكز حتى هذه اللحظة. بينما النقلة على المركز الثاني، واقرب مركز لمزاحم واقرب منافس لمزاحم اللي هو قاصد. وقاصد تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يضمر فيصل بن طالب بن شريم، واللي في المركز الثالث غازي اللي وصل في المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان. ويضمر عبيد بن عيد المنصوري وغير على المركز الثاني. بينما الذيب ينتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، الذيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يضمر السيد سعيد بن سالم لينيبي. والمركز الرابع يتراجع في قاصد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفيصل بن طالب بن شريم يضمره. بركان وصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. ضمر ناصر بن مسفر الشهواني ويتدخل إلى المركز الرابع. بينما قاصد في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ضمر فيصل بن طالب بن شريم. أرن مرعي في هذه اللحظات في المركز السادس، مرعي لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان. سعيد بن دري الفلاحي هو من يقوم بعملية تضمير مرعي. وفي المركز السابع في هذه اللحظات بطاش في المركز السابع، تعود ملكيته لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان. يضمر السيد عبد الله بن سالم بن حزيم. والمركز الثامن اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات، الله، وصل المرشح في هذا الشوط من قبل الاخوان الاماراتيين جميعهم
جميعهم رشحوا قبل انطلاقة هذا الشوط رشحوا سلهود، وها هو سلهود في هذه اللحظات في المركز الثامن، وتعود ملكية السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم يضمر السيد عبد الله، يضمر السيد عبد الله بالطير العامري. الله، والمركز التاسع آخر نداء للعشر المراكز، أعطونا اللي في المركز التاسع. الحكم في المركز التاسع حكيم للسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، يضمره أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. والمركز العاشر ذيبان للسيد، المركز العاشر في ذيبان للسيد حق عبد الله بن راشد المري. والكيلومترين الأخيرين وتلال الصراع، تلال الصراع، ستشهد هذا الصراع وستشهد من هو صاحب ناموس هذا الشوط. وها هو مزاحم حتى هذه اللحظات، يبدو ان مزاحم بيزحمونه، بيزحمونك يا مزاحم. مزاحم تعود ملكية الاسم والشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم واحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو من يضمر مزاحم، بينما ارى اللي وصل مرعي، وصل مرعي، وصل في هذه اللحظات مرعي، وايضا وغازي، غازي ومرعي يغزون المقدمة، غازي ومرعي. غازي تعود ملكية السمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يضمر عبيد بن عيد المنصوري، ومرعي تعود ملكية السمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان سعيد بن دري الفلاح يضمره، وايضا بطاش واصل من الجانب الايمن، بطاش لسمو الشيخ الياب بن سيف آل نهيان، ويضمره السيد سعيد بن حزيم الفلاسي عبد الله بن سالم الغازي. غازي منه اللي ضمره، ولكن ايضا ايضا بركان في المركز الخامس لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفه الضاني ضمره ناصر بن مسفر الشواني، وايضا سلهود واصل في المركز السادس، سلهود لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمره عبد الله بن طير العامري. ولكن الله الله يا غازي، غازي يغزو، غازي يتقدم، غازي ينطلق، غازي لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة عبيد بن عيد المنصوري. ومزاحم في المركز الثاني في هذه اللحظات، مزاحم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي ضمره، وبركان، بركان يلا يا بركان، يلا الآمال متعلقة في بركان، بركان لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني يضم ناصر بن مسفر الشواني. ولكن مرعي يدخل أيضا، مرعي لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بينما المضمر هو سعيد بن دري الفلاحي. الله، السلامات، السلامات ستذهب لمن، ستذهب لمن، ولا يزال الأقرب حتى هذه اللحظات، حتى هذه اللحظات الأقرب للسلامات غازي، غازي 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 ومرعي، غازي ومرعي، وغازي لا يزال غازي لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، حمدان بن زايد آل نهيان، وأيضا عبيد بن عيد المنصوري هو اللي يضمر غازي. ولكن مرعي، 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 الله الله الله، مرعي أيضا في المركز الثاني، وأيضا خطير مرعي لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ويضمره السيد، يضمره السيد سعيد بن دري الفلاحي. الله الله، المنافسة تحتدم في هذه اللحظات، المنافسة ما بين غازي وما بين مرعي وما بين بركان. الله، ولكن لكن مصر، مصر غازي، مصر غازي حتى هذه اللحظات، غازي ومرعي، غازي ومرعي. الله يا غازي، غازي غازي غازي، الله، وبالفعل اسم على مسمى يا غازي، والله ما خاب من سماك غازي. ها هو غازي في هذه اللحظات يتقدم الى خط النهاية، وتهانينا والناموس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على فوز غازي بالمركز الاول. والمركز الثاني وصل فيه مرعي لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثالث بركان لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمركز الرابع وصل فيه سلهود لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، والمركز الخامس اللي هو ممدوح لسمو الشيخ سحيم، لسمو الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. تهانينا والناموس للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، تهانينا والناموس. تهانينا والناموس، وهذه لحظات وصول غازي وفوزه بالمركز الأول. تهانينا
تهانينا بالفعل على هذا الانجاز الكبير في اقوى شوط للزمول لاصحاب السمو الشيوخ وايضا من كان لديه الرغبة من ابناء القبائل. ها هي لحظات وصول غازي وايضا عندما غزا المقدمة وفاز بالمركز الاول. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وايضا التهاني موصولة للسيد عبيد بن عيد المنصوري، والسلامات تذهب الى اهالي الوثبة، يستاهلون. نعم، التوقيت الزمني لمسافة 10 كيلومترات هو 18 دقيقة و11 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. اما الفائز بالمركز الثاني ايضا قدم عرض يشكر عليه وما قصر، اللي هو مرعي. تهانينا والناموس لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وايضا التهاني لسعيد بن دري الفلاحي. توقيت الزمني لمسافة 10 كيلومترات هو 18 دقيقة و11 ثانية و23 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث اللي وصل فيه بركان ايضا ما قصر وقدم عرض يشكر عليه. تهانينا والناموس لسمو الشيخ صحيم بن عبد الله بن خليفة.